يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذا الحديث العظيم الحقيقة يبين كيفية معرفة الناس وكيفية التعامل معهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني تخيل الصحبة الجميلة، والحال لما إنسان يظهر منه سلوكيات مرة واثنين وثلاثة فيها خسة وفيها ندارة يدل على رداءة معدنه. لابد الإنسان يتعرف على الناس ولا تتألم كثيرا من تصرفات الناس، وربنا خلقه بهذا المعدن الرديء، فلا تتعب نفسك معه، وكون حريصا على أن تصاحب المعادن الراقية التقية. وقال صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية يعني قبل الإسلام، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وتعلم أن العلم والفقه واحدة من أهم الوسائل الفعالة لارتقاء الإنسان الأخلاقيات. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. لما يكون إنسان معدنه جيد ويتعرف على الله عز وجل ويتعلم ويتفقه في الدين ويصبح صالحا، دي بقى المعدن النفيس الراقي المتميز العظيم جدا اللي انت تستطيع ان تزداد به. والانسان يكون حريصا على الصحبة الصالحة لانها سوف تزيده ايمانا وورعا وسوف تقربه من الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. احيانا الحقيقة الناس اللي عندها فراسة، وده الايمان طبعا يأتي بالفراسة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. ينظر في الناس كده يقول لك ده انسان صالح وده انسان طالح وده انسان متميز وده انسان سيء. سبحان الله بالنظرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجندة، ما تعارف انما ائتلف. يعني لما تحس كده ان في تآلف وفي ود وكده الى شخص معين في وجه الصلاح، يبقى ده دليل على صلاحه. وما تناكر ما اختلف. واحيانا بتحس ان الناس كده سبحان الله من منظرها كده بتشمئز منها وتنكمش. طبعا انت صادق طبعا في هذا الشعور وهذا الاحساس، والانسان برضو يجرب نفسه لعله يكون سيئا. لما تلاقي انسان صالح وانت متنافر منه يبقى راجع حساباتك. بعض الناس اللي عندها فطرة جيدة جدا لما يلاقوه مش متوافق مع اهل الصلاح بيراجع حساباته لعله يكون مخطئ. الانسان كلما كان قريبا من الله عز وجل وكلما كان صالحا فالناس تتالف اليه، مثل الحديث اللي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، الملائكة يعني، إن الله يحب فلان فيحبه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى الإنسان الصالح اللي بيحب الله عز وجل له القبول في الأرض، يعني الناس تقبل عليه بالحب والود